ما الخبر؟ عن ماذا تتحدث؟ انتبه لما تقول يا عقيل وما تفعل. وليقتضي الانتباه والسكوت عن الفواحش. هذا الخسيس مع أرملة يا أخي ده كذب، ربنا شاهد أنه كذب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. كيف تعرف أنها بريئة؟ لا أعرف، والعلم عند الله وحده. أخبرتكم بأننا 4 شهود شاهدنا الواقع، ولكني أذكرك بعاقبة الأمر إن ظهر فيه لبس. إن عدم ثبوت التهمة على المشهود عليه بسبب تضارب الشهادة يخول له المطالبة بإقامة حد القذف على الشهود. فهل لا تعقلت وجعلت الأمر يسير وفق شرع الله وما يقتضيه العقل والحكمة؟ ماذا رأيت وأين؟ كان ماسك إيدها اليمنى أم اليسرى؟ ماسك إيديها اليمين. إيدها الشمال. كانوا ملامسين بعض. أقسم بالله العلي العظيم أنني لم ألمسه. كان عاريين؟ لا، كان عاري تماما. كان صدره هو العاري. أنقذت طفلا من الغرق وقد ابتل قميصي فخلعته، ورأيت هندا بعدها. من منكم رآهم أولا؟ كلنا شفناهم مع بعض في نفس الوقت ومن نفس المكان. عقيل أول واحد شافه. سألنا وسمعنا، ومع ذلك تضاربت شهادات الشهود. هل أنت على علم بما يتبع ذلك يا عقيل؟ المهم أننا رأيناهما معا. كنتم في أثرهما، ترصدتم لهما لتوقعوا بهما في الفضيحة لا لرد الفاحشة. ولكن الفتنة بين الخال وابنة أخته والتشهير بسمعتها وسمعة هذا الشاب خطأ وذم. إن الإسلام يحث على الستر ويرغب فيه، ولو شئت لوجهت لهما النصيحة لا الفضيحة. هدانا الله وإياكم إلى سبيل الصلاح والإصلاح.